أخبار الرياضة على الحياة FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية. البداية كالعادة بالمونديال. كأس العالم قطر 2022. تأهل المنتخب الكرواتي للدورة النصف النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد انتصاره على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء 120 دقيقة بالتعادل هدف لهدف خلال المباراة اللي جمعت المنتخبين على ملعب المدينة التعليمية في افتتاح منافسات الدورة الربع النهائي ليصبح منتخب كرواتيا أول المتأهلين لنصف نهائي المونديال. أعلن مدرب المنتخب البرازيلي تيتي منذ قليل استقالته من منصب عقب الخروج من الدورة الربع النهائي لمونديال قطر 2022 على يد المنتخب الكرواتي، وجاء خروج منتخب السيليسا وبعد هزيمته بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ونهاية شوطين إضافيين بالتعادل هدف لمثله. كذلك في 92 دقيقة لعب في الحصص الإضافية التعادل مازال مخيم هدفين مقابل هدفين بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الهولندي في مقابلة ممتازة. محلين الرابطة المحترفة الثانية تعينت حكام مقابلة الجولة السابعة في مالية تعينت الحكام بالنسبة للمجموعة الأولى غدوة 10 ديسمبر. أما الجربة يواجه نجم رأس الحكم حسين بالحاج علي، مستقبل جيبس يواجه مستقبل مرسى الحكم محمود قسيعة. في القيروان الشبيبة القيرواني تستقبل أمل الركبة حكم دورصاف الجنواتي. النادي البملي يواجه جندوب الرياضي الحكم منتصر بالعربي. مستقبل محمدي يواجه نادي القرب الحكم أحمد حمودة، ومستقبل ودليل يواجه أولمبيك مدني الحكم هاني النفزي. بالنسبة للدفعة الثانية المجموعة الثانية دور نهار الأحد 11 ديسمبر، الترجي الجرجيسي يواجه مكر مادية حكم هيثم جيرات. قواف القفص يواجه ملعب القفص الحكم حمزة جعيد. ملعب صفاقس يواجه هلال مساكن الحكم مجدي بلاغة. سبورتينغ بنعروس يستضيف سبورتينغ المكنين الحكم علي مختار. نادي حمام لين في يواجه القلعة الرياضية الحكم أشرف الحركاتي، وشبيبة العمران تواجه جمعية جرب الحكم سوفيان المنصري. توصل النادي صفاقس الاتفاق مع المدرب الإيطالي السويسري مارينزيو جاكابوتشي لتولي المقاليد الفنية للفريق خلفا للمدرب كريم دالهوم. كوابيتشي يبلغ من العمر 59 سنة، سبق له التدريب في البطولة السويسرية حيث قاد عديد الفرق من سيون، وكانت آخر محطاته التدريبية في البطولة الفرنسية سنة 2021 مع نادي غرونوبل. ومن المنتظر أن يتم إمضاء العقد بين الطرفين بشكل رسمي في الساعات القليلة القادمة، ويبقى هذا الموضوع للمتابعة. أمضى المدافع الجزائري اليوم شمس الدين نغير عقد لمدة موسم ونصف مع الاتحاد الرياضي بتطاوين قادم من نادي أمل الأربعاء الجزائري. نشط بالدرجة الأولى الجزائرية، يشار إلى أنه شمس الدين نغير بلغ من العمر 24 عام وسبق له اللعب مع نجم المتلاوي والنادي الإفريقي. في مناشرتنا الرياضية معلومة صحية، فوائد ممارسة الرياضة على الصحة العقلية تساعد في علاج الاكتئاب والقلق، زيادة احترام الذات وثقة بالنفس، تقوية الدماغ وتحسين تدفق الدم لتغذية الخلايا. نقطة نهاية نشرتنا الرياضية، أجمل تحية عبدالله الحطاب، متابعة طيبة لبقية برامج الحياة. تفهم Life Sport.